مدام شريهان. السلام عليكم مدام شريهان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي دكتور يا إيهاب فندم. مساء الخير. أهلا بيكي، مساء الفل. دكتور إيهاب، عندي اتفضلي. بنوتة عندها تقريبا 7 سنين دلوقتي. 7 سنين، أوكي. أوكي، البنت شقية جدا جدا جدا، أه حركات رهيبة في البيت، أه الضرب مع اخواتها واولاد خالتها، منيمة نتجمع في اي مكان، أه مش مريحة، مش مريحة لكل اللي حواليها. أيوه هي بنت رقم 2 في اخواتها، أيوه هي المفروض ان هي في جريد 2، أه مش مستمعة جيدة خالص خالص للمدرسات معاها في هي الكلاس. عندها 7 سنين دلوقتي يا مدام شريهان؟ عندها 7 سنين، عندها 7 سنين في سنة تانية. سنة تانية. أوكي، مدرسة اوكي، إيه، خاصة ولا حكومية ولا تجريبية ولا؟ لا للأسف هي حكومة. حكومي. أوكي حكومة. أوكي حتى لما نشتغل معاها بره، يعني الدروس طبعا حضرتك عارف دروس ان ده طبيعي، بالظبط يعني بالظبط. أه الدروس المدرسة نفسها اكتر من المدرسة قالت مش هقدر اكمل معاها. أه البنت طول ما هي قاعدة في الحصة مش منتبهة، اه على طول بتتحرك كتير. اه حتى الولاد قعدناها مع انت مجموعة عارفه، انا كنت لسه اقول لك، انت عارفه موقعها في الفصل فين؟ قاعده قدام، في النص، ورا، مع اعتقد حد في النص، في النص. في النص. اوكي، هي شقية كمان حتى في البريك، يعني اصل هي حتى لما في بتنزل البريك. بريك ايوه حتى في البريك بتضرب الولاد، والولاد اه بيضربوها تمام وفظيعة. تمام فما فيش في الدراسة، زيرو، مستوى وحش جدا جدا. حتى اه لما بنقعد نبتدي ناكل مع بعض، طب يا ماما ما ينفعش، طب نساعد بعض، مش عارفه ايه، ما بالظبط، فيش استجابه خالص ما فيش خالص. استجابة. مدرسين طبعا ابتدوا يهملوها في الكلاس، ما فيش حد بيهتم بحاجه. فمش عارفه الحل ايه يا دكتور ايهاب، لا انا مش هقول عارفه. لك يا مدام شريهان، الحل بسيط جدا. نتفق الاول مع بعض مدام شريهان ان في حل، مش ما فيش، وفي حل كويس جدا، وكل الحلول ممكنه. يعني ممكن افضل في المدرسه الحكوميه بالبنوته الفظيعه دي اللي انت بتقوليها، يعني انها فظيعه، بس كل حاجه لها يعني حل. انا كثيرا ما قلت انه دايما مشكلتنا يا جماعه هي الفجوه ما بين المطالب الاكاديميه او المطالب السلوكيه بتاعه المرحله اللي احنا فيها، وما بين نضوج طفلتي. كل مشكله البنوته الحلوه دي بنت مدام شريهان هي نضوجها مش ذكائها. ممكن تبقى ذكيه جدا بس مش ناضجه، وعشان كده هو ده اللي بيسبب سرعه الحركه ونقص التركيز. واي خبط في العيال ده مش معناه الطفله دي عدوانيه، بتتهم بانها عدوانيه، لا هي مش عدوانيه، هي مش عارفه تلعب، هي فاكره ان كده يبقى ايه، يبقى دي ظرافه يعني ولطافه يعني. فالعيال يبداوا يشتكوا للمس، يا مس شو فيها، فتقوم المس ايه واخداها ويستدعوا ولي الامر يقعدوا يعذبوا في مدام شريهان واباء وامهات هؤلاء الاطفال. ده من الناحيه السلوكيه. من الناحيه الاكاديميه الطفل ده عشان مش ناضج قوي ما بيعرفش يركز كويس، بيتشتت بسهوله، اقل حاجه معديه فيجوال كده قدامه او اوديتورو بيسمع صوت يقوم يلتفت، فالنتيجه. ولما تقعده في نص الفصل وفي مدرسه حكوميه، ربنا يا ربي يبارك لنا كلنا في حكومتنا وفي مدارسنا اهليه حكوميه، التوفيق من الله سبحانه وتعالى. انما يعني بالمنطق طفل الفصل، كنت بقول لام في الحكومي 40 50، قالت لي ده انا عندي 90 و100، ف90 و100 طفل وانا قاعده في نصهم، وانا اصلا قابله للتشتت ومش ناضجه، والمدرس قد يكون معلش مش متحمس شويه، والمنهج تقيل، في وسط هذه المعطيات تتوقع ايه؟ يعني الامام هيبقى عامل ازاي؟ خلينا نكون منطقيين يا جماعه. فساعات احنا بنقول يا اما نطلع من المدرسه اللي مليانه ناس، نخش مدرسه اقل شويه في الناس، ندي معاها درس خصوصي. وانا بقول هنا لوزاره التعليم ان هناك علاج او تعليم علاجي، الريميديال تيتشنج، انه مش كل التعليم والدروس الخاصه وتكرارها غلط، لا، احيانا بقى في تكرار وده علاج طبي. التكرار بيعلم الشطار، فساعات الريبيتيشن والريجوليشن والروتين بيخلي الطفل ايه، تثبت المعلومه. انما احيانا بعض الاطفال كمان بيحتاجوا الى تدخلات دوائيه لمساعدتهم واغذيه لانضاج مخهم. احنا قلنا بقى الفجوه، فبنحل ننضج العيل وننزل المطالب، نتقابل مع بعض، انزل من سنه. طبعا تعليقي، وانا قلت الكلام ده كتير جدا، طفله 7 سنين في سنه تانية هذه مأساة من الأول، غالبا هتبقى مأساة، وإذا اتحلت المرة دي السنين القادمة ممكن تبقى فيه مشاكل، لأن المنهج قاعد بيزيد برضه والطفلة ما بتتغيرش. فالطفلة هنا معذورة، عليها لود كبير في الوقت اللي فيه أطفال تانيين. وأنا قلت يعني ولادي كلهم أنا عملت فيهم كده، نزلتهم أكتر مما يستحقوا، فبقوا أكبر من اللي موجودين، فأنضج منهم فكانوا أفضل منهم، وأتمنى الخير للجميع.